والصمت في حرم الجمال جمال. إنها الدرة النفيسة التي تبعد عن عاصمة اليمنيين صنعاء 50 كيلومتر، أقرب المحافظات إلى المركز ومن أغزر الشواهد على عظمة الحميريين القدامى. ما تزال متحفا أثريا مفتوحا يحافظ الساكنون فيها على طابعها المعماري وشكلها وفنها وتفاصيلها الدقيقة. إنها مدينة عمران. مدينة لم يهجرها ساكنوها على مدى أكثر من 2100 عام، ولتسميتها بعمران دلالة على العمران ودوام الإعمار. اسمها هبة جعل منها مدينة يفد الناس إليها من كل حدب وصوب، تتقبلهم بروح سفحها المفتوح وانبساط أرضها الأخضر الذي يعد من أسرار دوام هذه المدينة، نتيجة تربعها إلى جوار أخصب القيعان الزراعية في اليمن قاع البول الذي ما تزال تربته ناعمة وخضراء دائمة. ما تزال مدينة عمران بكرا رشيد لم يعكر صفو مظهرها الخارجي وشكلها الحضاري استحداثات تشوه تلادة تاريخها الحميري الأصيل. إنها مدينة ذو عمران بن ذي مراثد بن ذي سحر. ما تزال تحافظ كمدينة على سورها الحجري الذي يحيط بها من كل جانب، وما يزال هذا السور يؤدي وظيفته التاريخية في حماية المدينة من السيول الجارفة، ويحافظ أيضا على أمنها واستقرارها وعزلها عن أي كدر أو منغصات قد يأتي بها الليل الحارك. يصعب وصف هذه المدينة والحديث عنها في مجرد دقائق، لكن الصورة تعبر عن آلاف الكلمات وتصف الجمال الحقيقي الذي ما تزال عمران زاخرة به. فبيوتها اكتست الطين الذي أخذ من الذهب لونه، بل أن منازلها وأزقتها تقول لتعاقب السنين أنها ستظل حاضرة إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. عمران هي بالعمران عامرة وبالحياة شفيقة، وإيمانها قطعي بوجوب ديمومة الجمال والروعة. حاضرها لسان ناطق باسم أسعد الكامل، وحضورها رمز حميري أصيل في زمن الحداثة والتقلب بضغط التعاقب، وشوارعها تروي 2100 عام من الحضارة وشكل الدولة وإحكام السيطرة والحفاظ على المدنيين من كوارث الطبيعة وغزاة البشر.